الميدان. أشواطنا باستمرارية ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط السابع في أشواط صباحي هذا اليوم، سابع الأشواط يحمل الذلل الأصايل في هذا المسار وهذا الاندفاع الجميل، ونسير مع المراكز الأولى مع التحدي الأول الشاهينية على رأس الحربة وهي بالمقدمة من هجن العاصفة يقودها في التضمير. غياث الهلالي يأتي بهذا الاندفاع المركز الثاني، تتقدم في ثاني المراكز وتأتينا هذه الهبيبة، تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الأمين يقودها مضمرا، بينما المركز الثالث الحذرة، الحذرة هجن سيح السلم تأتي بهذا الاندفاع مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم الحذرة، بينما هناك تدخل من قبل البرشة تأتي في هذا الاندفاع لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان ومحمد بن غريب الاكتبي يضمرها وهي في المركز الثالث. المركز الرابع هناك دخول في هذه اللحظات من هذه هجن العاصفة، شاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير، غياث الهلالي. المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، بينما المركز السادس هملولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عتيج بن سالم العرطي الحميري. نشوف المركز السابع، السابع المركز السابع هذه اللي وصلت مياسة، مياسة من هجن سيح السلم يضمرها حمد بن علي العويسي. والمركز الثامن، الثامنة عندك يا بن حلوة هذه الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، محمد بن سعيد بن حلوة يتولى تضميرها في هذه الانطلاقات من قدم السائحة في صباح هذا اليوم بن حلوة وإنجازه وانطلاقاته مع تنافس الكبار. المركز التاسع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر أمجاد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه العشر المراكز الأولى، العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته في تحديات هذا الشوط في هذا الاندفاع. الثمانية كيلو مترات، الثمانية كيلو متر مشاهدينا متابعين الكرام، هذه المسافة الطويلة اللي تحتاج إلى الركود وتحتاج إلى التكتيك ومتابعة في هذا المسار من قبل المضمرين للمسافة الطويلة دائما في هذا الانطلاق. نعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية بعد أن أكملنا ذاعتنا الأولى وندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ونعود إلى الهبيبة، الهبيبة اللي تسيطر اللي تقود الشوط ومساره حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وتضمير صادق فضل الأمين المتابع كذلك للتضمير، بينما المركز الثاني هملولة تحركت ولا الحذرة، هذه الحذرة، الحذرة نعم اللي في المركز الثاني، الحذرة من هجن سيح السلم يضمرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد يتقدم على المركز الثاني. وهملولة اللي في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي على المركز الثالث في هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الرابع، رابع المراكز الشاهينية من هجن العاصفة تتحرك، تتحرك وغياث الهلالي يقدم الشاهينية وقدم هذه النوعية الجميلة وهذه الانطلاقات الرائعة، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وهذا هذه البرشة، البرشة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان يضمرها قايد فيلق الجبيب أبو راشد محمد بن غريب كذلك يتابعها في عملية التضمير وهي في المركز الخامس. المركز السادس الشاهينية، يا سلام يا سلام، الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي في المركز السادس. أما المركز السابع أفراح
افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع في هذا الاندفاع بينما المركز السابع ولا الثامن، الثامنة هذه الثامنة مجاد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي يضمرها. والمركز التاسع هذه مياسة من هجن سيح السلام يضمرها حمد بن علي العويسي. والمركز العاشر هذه الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن عل بن حلوة بن حلوة اللي ياتي بهذا الاندفاع. العشر المراكز الأولى، العشر المراكز الأولى المتقدمة، إذاعتنا الثانية للعشر المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط. شوف شاشة دبي ريسن على الكادر العلوي، منظر جميل كالعادة دائما، والتغييرات وتبادل المراكز في هذا الشوط مستمر. غيرت الشاهينية وهذا والله الجميل، هذا الجميل لما يكون في تبادل، يكون في حماس. ولكن المضمرين أو الملاك لا والله يتمنون السيطرة على المركز الأول من البداية إلى النهاية، أما نحن نبأ الحماس وتبادل المراكز والتغييرات ليكون الشوط مثير للغاية. ولكن الشاهينية عموما على كل حال، الشاهينية في المركز الأول من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي على المركز الأول والثاني. المركز الثاني أيضا الشاهينية مع غياث الهلالي بشعار العاصفة. المركز الثالث وهذه الهبيبة، الهبيبة شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والله منافس وحريص على المنافسات وعلى الأصايل. نتمنى للتوفيق لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف. والصادق فضل الأمين اللي يتولى عملية التضمير والتدريب. ولكن هنا المركز الرابع، البرشة يختل بن غريب، يختل الجماعة، ديروا بالكم يا الهلالي ويا الصادق. ياتي قائد فيلق الجبيب وراشد أيضا بخبرته وحنكته في التضمير بهذا الانطلاق بشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان مع البرشة. ولكن هملولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، متمرس ابو احمد عتيج بن سالم العرطي ووصل ببطيء. يا سلام، طارش بن مبارك بالقوبع مع افراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها. طارش بن مبارك بالقوبع حمل اسم مضمر الشرق الاوسط، وقدم محنة وقدم الشطوطية وقدم الكثير والكثير. ويوم طارش في شبابه ضمره وفعله غير، تلقى فتيل أشنابك أنها جوان حطير. الله يا سلام. شوف غيرت أفراح في هذه الانطلاق. أعود إلى المركز الأول وهذه هي أفراح بالمركز الأول تسير بمسار المقدمة، تأتي بالمركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع لوحة الاثنين كيلو متر. وطارش بن مبارك بالقوبع يضمرها. الشاهينية في المركز الثاني من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الثالث البرشة في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد النهيان يضمرها محمد بن غريب الكتبي. تأتي في المركز الثالث المركز الرابع،
الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي هملولة في المركز الخامس وموقعها ومكانها ممتاز للغاية. يا سلام عتيج بن سالم بالعرطي يضمرها في هذا الاندفاع وتحمل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب. هذه الأربع أو الخمس المراكز الأولى في هذه الانطلاقات وفي هذه الاندفاعات الجميلة يا سلام يا سلام. رقص الكبار وسن الكبار والثمانية كيلو مترات اللي فيها تشكيلات جميلة، فيها عدبيات، فيها تشكيلات، فيها تنافسات وتحديات. الثمانية كيلو الله يا سلام عودة إلى المراكز الأولى. وين لوحة الإعلان يا أبو حمد؟ وين 1200 نذكر المضمرين مع هذه الانطلاقات. نعود إلى المراكز الأولى يا سلام. عادت أفراح مرة ثانية، عاد أبو بطي عاد إلى المركز الأول مع أفراح شعاب حاملة شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم في هذه الانطلاقات. في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل يا سلام. وهذه أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع هملولة في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هجن العاصفة الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الرابع البرشة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. جولة الأوامر الحذرة واصلة والشاهينية قادة الشوط. هجن العاصفة وهملولة في المركز الثاني والبرشة في المركز الثالث والحذرة دي حذاري من الحذرة. وصل الخطير هجن سيح السلم الحذرة في الأمتار الأخيرة غيرت وسلالة الحذر المعروفة وانتاج وادي الصفا المعروف مع الحذر وسلالته. هجن سيح السلم تهانينا والناموس على هذا الفوز. وهجن ند الشبه وصلت ند الشبه وهجنها الله الامتار الاخير هجن ند الشبه الشاهينيه من هجن ند الشبه في الامتار الاخيره انتزعت ناموس هذا الشوط. شكرا تهانينا لهجن ند الشبه وشكرا لسالب سعيد المركز الثاني. الحذره من هجن سيح السلم المركز الثالث. الشاهينيه من هجن العاصفه المركز الرابع. البرشه لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد هيان هملولة في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت نتيجة الخمس في حالة وصولها إلى خط النهاية، والخمس الأخرى لها متابعة من لجنة خط النهاية وكاميرا خط النهاية حتى المركز العاشر. هذا التغيير في الأمتار الأخيرة من هجن ند الشبه 13 دقيقة 13 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبه وتهانينا لسالم بسعيد على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني الحذرة 13 دقيقة و 13 ثانية جزئين من الثانية. الحذرة من هجن سيح السلم يضمرها اللي هو أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير. والمركز الثالث 13 دقيقة و 15 ثانية وجزء واحد من الثانية. هجن العاصفة قدمت الشاهينية في المركز الثالث. تهانينا وتهانينا لغياث الهلال.